هي خدمة مجانية وبدون رسوم. مسجل فيها. سجلت وأنا جاي على طول. قطر صارت وجهة عالمية عقب كأس العالم. أول مرة أطلع وأنا مسجل. 50 ثانية. تسهيل حق المسافرين. التسجيل المسبق لمنفذ أبو سمرة. هي خدمة اختيارية للمواطن وللمقيم ولزوار الدولة. مريحة وأسرع من التسجيل العادي. في تسهيل في الإجراءات بشكل كبير. العالم تمر من هنا على طول. شلون سجلت في إجراءات التسجيل المسبق؟ دخلت على مطراش وسويت تسجيل مسبق. شنو استفدت من هذه الخدمة؟ استفيد من الوقت والله. أولا مرة لقيت طابور. بمر على طول يعني سهل حتى على الموظف نفسه. والسرعة والدقة. المسار على يساري هو مسار التسجيل المسبق لمنفذ أبو سمرة، والمسار على يميني هو المسار الاعتيادي. خلونا نعرف مع بعض اللي ماشيين على المسار الاعتيادي لماذا لم يسجلوا في التسجيل المسبق. مشغول كنت بس في اتصال ولا كان سويتها ما انتبهت لها صراحة. وطبعا العمل مستمر في المسار الاعتيادي بالمنفذ، واللي يضم 24 مكتب للجوازات و36 نقطة تفتيش كالمعتاد.